متخلف انت اسماء يعني عشان هم يصححوا لي. تشتغل في الاحوال انت يا امنه. ايوه امنه لما رات انواره قد اشرقت. لها اين ذكر اسم امنه في القران؟ اين ذكر اسم امنه؟ ما في ما في ما في. طيب يلا سنابل. تعرفين المجموعه الشمسيه الكواكب؟ كواكب هواء نجوم المدري ايش لعب الدواء لعب الدواء. تعرفين شبر كواكب شبر أمر شمس آمنة قالوها قديمة. تعرفين الكواكب؟ خل نخرب عليه يا جماعة. ها اي تعرف الكواكب ما اسمع. ارفع صوتك ولا ارفع صوتها يلا الان. من اسماء الكواكب حرف العين. عطارد. يا سلام هو إجابة صحيحة. اها حرف الميم. لا لا خلي الميم هذاك الثاني. الميم اللي هو دقيقة أكبرها لا مجرة. قصدك مجرة تبانة؟ لا هو لا. ايش اصبري اورانيوس. ايش بك؟ وش هو المشتري صح؟ اها يلا البايع. ايش بين البايع والشاري؟ مريخ. يهو المشتري تقول اكبر. المشتري اكبر من المريخ. دقيقه هي وش قالت؟ قلت المريخ. حلو. حرف الزاي معروف. زرافه. زحلطن. زهرة ولا زحل؟ والله يهو والله بالفعل كوكبين في زحل والزهرة. ناديها البنت نامت. يا آمنة. ايوه يا ايوه وينك؟ حرف الزاي زحل والزهرة. زهرة زحل. يلا اعطونا الاجابة اللي هي حلو الزهرة. يا سلام ما جاوبت. كيف ما جاوبت؟ ما سمعت؟ لا ما جاوبت. يهو قالت زهرة بحلوة الزهر. طيب حرف الألف. حرف الألف. الألف إيش؟ الألف هذه توه استوعبت الجواب الأول. اللي حنا فيها اللي عايشين عليها. الأرض يا هو. أورانوس. أورانوس. نبتون. نبتون. حرف الألف. آمنة حلو شكرا. النون إيش؟ اي الارض. جاوبت نبتون الاخير. نبتون الاخير. نون. لا غلط انا ما جاوبت. شكرا يا امنه يعطيك العافيه. امنه اذهبي الى حيث ان شاء الله باذن الله تعالى تاتيكم الامطار في جده. العقوبه باذن الله تعالى ما تكون امطار يعني تكون دائما امطار خير وبركه وان شاء الله باذن الله تعالى تركزين معنا في الاجابات القادمه. باقي سؤال. شكرا. تفضل استاذ. العقوبه عند ابو امين. خلص خلي لك في وقت السؤال.